مع الأجواء الممطرة الجميلة هذه قررنا أنه ما نروح الفندق، دب النشاط فينا، حنروح إلى بحيرة سرة جول إن شاء الله ونتغدى هناك. وهذه بحيرة سرة جول، طبيعة تتحدث عن نفسها. بحيرة سرة جول ثاني أكبر بحيرة في طرابزون. طبعا أكبر بحيرة هي بحيرة أوزن جول الشهيرة. سرة تعني الأخضر، فسرة جول البحيرة الخضراء، ولها سبب التسمية، لها سبب. طبعا فاكهة الصيف وخضار الصيف غير فاكهة وخضار الشتاء، فاشتهرت هذه المنطقة بالبيوت المحمية الجرين هاوسز. فمع وجود البيوت الخضراء البيوت المحمية صارت فاكهة الصيف والشتاء طوال العام موجودة في المنطقة المحيطة هنا. في السابق بحيرة سرة جول ما كانت موجودة، لكن مرت على المنطقة زلازل عظيمة، أصبح في تصدعات في الأرض وتكونت هذه المطاعم المطلة وهذه القوارب تجديف بواسطة الأقدام. نصيحة لكم، اللي ما عنده لياقة لا يأخذها، أو إذا أخذها لا يبعد. اللي يبغى طلالة أفضل من طلالة هذه المطاعم أنصح في المطعم الموجود في الأعلى أكبينار. هذا أول سائح طرابزوني يقابله. إياد مين يا إياد؟ إياد صالح. ونعم والله، مالك يا إياد؟ كيف حلوة طرابزون؟ كيف انبسطتوا؟ شو اسمك يا حلوة؟ أرين. أرين؟ حياك الله يا أرين. كيف طرابزون، حلوة؟ مبسوطة فيها؟ عندك سناب؟ ما شاء الله بقى. مع السلامة حلوة. السلامة ميت. مع السلامة. يلا مع السلامة، حياك. هذا السمك اسمه ألا بلك، معناها السمك السلمون والمرقط من هذه البحيرة. الله على الشمال التركي، أجواء وطبيعة، خليط عجيب. لون المياه في البحيرة يختلف حسب الموسم، الآن لونها طيني. أحد يعرف السبب؟ أنا أعطيكم السبب إن شاء الله. زي ما ذكرت سابقا أن البحيرة أصلا ما كانت موجودة، لكن مع الزلازل والتصدعات الأرضية نشأت هذه الفجوة أو الهوة. في موسم الأمطار تنزل جداول المياه من الجبال وتكون نهر أو مجرى نهري، ودائما الماء يبحث على النقطة المنخفضة كي يذهب إليها. فبعد تكون هذا الصدع الأنهار كانت ذاهبة للبحر، لكن غيرت مجراها إلى النقطة المنخفضة فصارت تصب في بحيرة سرة جول وتحمل معها الطين. من هنا أرسلت لكم الإحداثية من عند مطل بحيرة سرة جول، وهذا المطعم اللي تغدينا فيه جول، وأفضل منه اللي فوق أكبينار.